السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم اختي بغات تشارك معكم لي شوسون سهل لينا البنات، ولكن كيجيو لما نضر لها المذاق واعرين. المهم نبداو على بركه الله. المقادير ديال الحشوه كتشوفوا جوج بصلات والزيتون، الكفته على حساب الكميه اللي بغيتو، وجمعي القاد ديال لاصوص طوماط ووحده ديال سميتو طوماط كونسونطري، وشويه ديال البزار، شويه ديال التحميره، شويه ديال الكركم، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال المليحه. المليحه على حسب سميتو. والمقادير ديال العطريه البنات على حسب الكفته، واش عندك درتي بزاف، درتي كونتيتي غير شويه. صافي كناخذ عاوتاني واحد المقيله، كنديروا ديك البصله كتشحر باش تنزل، كتبقى ديك البصله ما كتعضي، كتلقى البصله زعما قاصحه باقا كتغزز. تنزل تزيدي الكفته، هانتو الكفته ولا سميتو، كاين اللي كيعمرهم بالطون سميتو، ولكن دبل الكفته البنات كيجيو واعرين. هانتوما غتشوفوا ما شاء الله كيجيو كيحمقوا البنات. ديك الساعه كيبقى لكم الاختيار البنات، كل واحد شنو الاذواق تبقى تختلف، كل واحد يديرهم باش ما بغى البنات. تشحروا هكا الكفته، شفتوا؟ ابخي تزيدوا العطريه، شوفوا الكفته بدا كيدخلها شويه ديال الطير، وتزيدوا العطريه كامله. انتو شفتوا راه، شوفوا كتبان لكم البصله راها يعني بدات صافي بحال اللي بدات تعسلات، يعني البصله صافي دخلها الطياب بيان، ما بقاتش كتبان كما الاول. شويه القزبر معدنوس البنات كيجي زوين، لا في اللوغو لا في المنظر، كيعطي فن. وهاد لي شوسون البنات تيجيو راقيين مملحات كما قلت لكم هكا، الكوتي ولا الخارجين ولا غيجي عندكم شي حد البنات، كيجي من الدار ديالهم الزوين هكا مع القهوه في العشيه ولا مع اتاي، كيجيو فنين البنات. واليوم بنادم يمشي يشري المهم ساهلين، اسهل ما يكون. هاي ديك جوج معلقات اللي قلت لكم ديال لاصوص، اللي ما عندوش البنات ما بغاش يديرها ما يديرهاش، غير كتجي داك البنه وديك اللوغو كيجي زوين. فوالا كتزيدوا العطريه كامله هنا، شويه ديال التحميره، شويه ديال الكركم، شويه ديال البزار، شويه سكينجبير. كما قلت لكم العطريه هنا البنات كتبقى على حسب شحال عندك الكونتيتي الكفته، باش على عاوتاني باش ما غديريش باش يجي البنه. كان عندك بزاف الكفته راه غتزيدي شويه، كان عندك غير شويه راه غتنقصي. بغيتي ديري غير على حسب شحال بغيتي انت تعجني ديال لا بات ديال لي شوبس اللي تعمر لك لي شوسون ديالك اللي بغيتي. صافي كتبقى هكا كتشحري الكفته. الزيتون هو الاخر البنات، باش كتبقى ملي كتاكلي سميتو كيبقى داك الزيتون باش ما كيزيدش يسخف سميتو. صافي كما قلت لكم ديما الحشوه البنات كطيب هي الاولى. هنا غندوزو العجينه، كاس ديال الماء دافي، كاس الحليب، شويه الملحه، شويه السكر والخميره والبياض البيض، صفر البيض هو الاخر البنات، وربع المعلقه ديال الزيت والخميره الفوريه. والطحينه البنات على حسب كل واحد، على حسب النوعيه ديال لافارين. كنبداو بالسوائل هما الاولين، انت كاس الحليب وكاس الماء، غنزيدو عليهم الخميره. فوالا نزيدو ديك المعلقه ديال السكر غير كتعطي داك اللون دوغي اللي ما بغاش البنات ما يديرهاش. صافي ونبداو بحال اللي كيخلط لينا ديك الخميره باش تلقى سميتو قبل ما نديرو لا فارين، وتدي البياض البيض والزيت، ربع المعلقات هما، ربع المعلقات كبار ديال الزيت. شتو نزيدو البياض البيض والصفر البنات ما غاديش يضيع، غيجلس هو اللي غادي هو اللي غندهنو به لي شوسون قبل ما يدخلوا الفران. ولا فارين هي والملحه ديما الملحه البنات هي الاخرى، ما تزيدوهاش مع الخميره حيت ما كتخليهاش تخليش سميتو يخمر. صافي وغنبقاو نزيدو، غناخذ واحد لا كويير ولا عجنو مال البنات بيديكم، ماشي وبليجي تعجنو بالعجن، غير هي العجنه كتعلكو مزيان. هادشي اللي كاين بحال هادشي ديال لي شوسون ولا دي لي باغيت صغيورين، هداكشي اللي كيعمر تيحتاج شويه سميتو، من الاحسن العجن. ولكن ما كانش بنادم يعجنو بيديه ماشي مشكل، ها
انت هي كتعجن وانتم كتزيدوا باش هذاك الكاس ديال الماء والكاس ديال الحليب هما اللي غيعجنوا هما اللي غتجمعوا بهم صافي كتستمروا بحال هكا. المقدار اللي غيجمع هذيك العجين صافي. هنايا انتم كتشوفوا العجينه شتي ماشي جاريه وماشي قاصحه شتو. ضروري هنا نديرهم كيما كوم دابيتود خصهم باش يخمروا ونسدو عليهم كما قلت لكم سواء في ميتيغابل ولا عند الكوفر من الاحسن هكا صافي. وتخليها حتى كيتضاعف تضاعف الحجم ديالها شتو. ها هي بعد ما خمرات كان الفيديو هذاك اللي جمعت العجينه صافي باش ترجع للحجم ديالها صافي كتبان. شوف البنات كتبان كان ديك الساعه كيما درتي ليها كتبان بانها معجونه مزيان وخامره شتو. هنا كنقسموها على حسب اللي بغيتو ديك الساعه بغيتوهم صغيورين بغيتوهم كبار. من الاحسن لي شونسون كيجيو صغيورين كيجيو زوينين حتى في المنظر وكلشي البنات. تحاولوا ديرهم نفس زعما نفس القدر باش كيجيو زوينين لا في المنظر لا في سميتو. وهنا كتستمروا بحال هكا البنات كديروا الكميه كامله صافي. كتاخذوا واحد البلاطو كديروه فيه شويه لا فارين صافي وكتجمعوهم بحال هكذا على شكل بحال كريسات. شتو هكا وتحطوه الا بانت لكم شي وحده كبيره من الناس سميتو كتنقصوا منها. عندنا الهدف يجي يجو كي تقريبا ماشي غنديروا العبار مي تقريبا من هانتوما تشوفوا ما شاء الله غيجيو تقدا وحده هانت. وشحال كيجيو بنانه البنات كيجيو ما شاء الله لا في المنظر لا في كل شيء هانت. كتبقاو هكا حتى كتكملوا الكميه كامله البنات اللي عندكم ديال كما قلت لكم اللي غيدير اكثر باغي زعما حتى من سميتو واللي يدير كاس ديال الحليب وكاس ديال الماء غيدير الدوبله البنات كلشي اللي عنده على حسب الكميه اللي بغى كل واحد صافي. كتستمروا هكا صافي. دابا كتجيبوهم بعد ما كتكون بردات الحشوه البنات كنأكد ديما الحشوه كنديروها هي الاولى ديال اي حاجه البنات ماشي غير ديال العجينه ديال سميتو الورقه البسطيله ديال اي حاجه كنبداو بالحشوه هي الاولى كنخليوها تبرد عاد كنمشيو نصايبو علاش كنأكد على هكا حيت كاين اللي يجربها هكا يقولك ما صدقات ليناش ما زويناش هو غير ما كملش لا فيديو ولا شي حاجه وما كيصدقش ليه غتولي ديك الساعه العجينه غترخى غتولي حالتها ما غتخليش لكم الحشوه لداخل غتولي تخرج الورقه كذلك. هادشي اللي من الاحسن حيت هما الحشوه غيعاودوا يدخلوا للفران يعني لما خليهم الاحسن بداو بها هي الاولى وخليوها منين تحتاجوهم غتحطوهم في الطبله غتدخلوهم للفران. هانتوما كتبقاو هكا تبتو بيديكم بعد ما عمراتهم زادت عليهم الفرماج. لا بغيتو الفرماج ديرو غير هو مع الفرماج كيجي بنين ملي كتعدي كيبدا داك الفرماج لداخل معلك كيجي ما شاء الله. هانت شتي كديرو بحال غدير ضفيرات شتي كيجيو مخالفين كيجيو واعرين البنات. لا فشي بغيتو تبتوهم بالفرشيطه ديرو باش ما عجبكم. وهانتوما تشوفو ما غتخرج الحشوه البنات ما والو غير حاولوا تبتوهم مزيان في الجناب ما غاديش يخرجوا ما حتى حاجه. هانت تاخذوا شويه ديال لافارين كديروها في البلون طافاي للطاوله علاش تخدموهم ولا سميتو
صافي كديرهم هكا شويه من دلك من الاحسن باش شتو. باش ابخي ملي كتدخلهم للفران البنات كيكونوا كي كتدخلو كيتنفخو هكا كيجيو ما شاء الله من الداخل مع الكفته والفرماج كيجيو ما نقولكش حتى كيسهل عليكم شويه الخدمه، حيت هادو ماشي لي شوسون ماشي هما لي ميني باغيت البنات. شتي وتصاصو مع العجينه معجونه مزيان وخامره يعني كتعطيك الطعم، شتي كتسهل عليك الخدمه كيما درتي ليها كتبعك يعني ما كتبقاش تعذبك ولا شي حاجه. هانتو صافي كتزيدو من الفوق هكا الفرماج وعاوتاني كديرو نفس الطريقه كتبداو تثبتو بالصباح. هذا بخي بحال لي شوفي بحال لي غادي تلويهم تعقديهم من جوج. شوفو هانتو شتو كيجيو حتى في المنظر، هانتوما غتشوفو كي غيجي المنظر واعر بحال لي تقولي مدفورين. شتو هاكا واللي درتوها كتحطوها ديريكتوم البنات في الطاوه ديالها باش كومسا بخي ملي تكملوا الكميه اللي عندكم الكونتيتي اللي عندكم صيد ديروهم دهنوهم البنات بالبيض صافي وديروهم على الفران تشعلوه ديجا على 180 درجه صافي وهما واجدين. انتم شتي كتحاولوا الحشوه تبقى لداخل شتو، وانتم كما كتشوفوا عاوتاني كما ان لاصوص ناشفه ماشي فيها الماء كما اكدت عليكم في الاخر كيخص لاصوص ما تكونش فيها بقات لكم طالقه الماء ولا سميتو باش ما تجيش انتم كتعمروا الشيسون هما كيسيلوا لكم من كيخرج لكم لاصوص من الجناب وكتجي لاباط عامره بهذيك لاصوص ديال الكفته ما يجيش زوين. لا هما من الاحسن خليوها تنشف البنات وعاد عاد ديروها صافي. هنا بعد ما كتكملوا الكميه اللي عندكم البنات كامله كتاخذوا داك اللي سميتو الصفر اللي بقى قبيله من بياض البيض اللي زدنا في العجينه كتزيدوا عليه واحد شويه الحليب البنات هانتوما صافي وكتبقاو دهنوهم بحال هكا كديروا عليهم اما زنجلان ولا داك اي حاجه دوك اللي كغن اي حاجه عجبتكم ديروها البنات. كيجيو فنين البنات انتما تشوفوا اللون ديالهم داك حتى المنظر فيهم كيشهيو. فوالا كتحاولوا دهنوهم مزيان باش كيجيو واخدين واحد لا كولور البنات تيجيو دوغي كيجيو فنين مع الجنجلان كيجيو واعرين ما شاء الله. صافي من بعد ما كملاتهم كاملين قلت لكم كتاخذوا الزنجلان ولا اللي بغيتو فوالا شوفوا كي كيجيو مع الزنجلان كيجيو زوينين. هانتو صافي كتستمروا هكا وكتدخلوا من الفران وها هما البنات من بعد ما خرجوا شوفوا كي دايرين ما شاء الله. نتمنى البنات يعجبوكم وما تنساوناش ملي لايك ديالكم وشكرا لكم ولي ما بارطاجيو معكم لا فيديو ولي ما ابونيش في لاشين يتابونا والى فيديو جاي ان شاء الله باذن الله. وشكرا لكم كاملين وكنشكر كاع لي زابوني جداد كنشكرهم كاملين كنشكرهم وشكرا لكم. هانتوما شوفوا البنات من بعد ما غتحلوهم شوفوا شتوهم كي كيجيو من الداخل
ونتمنى يعجبوكم، وما تنسوناش ملي لايك ديالكم والبارتاج مع العائلة ديالكم، وإلى فيديو جاي إن شاء الله بإذن الله، وشكرا لكم.